الآن من الرياض الكابتن فهد المرداسي المستشار التحكيمي للبرنامج. حياك الله يا أبو عدوان. هلا ومرحبا اخوي سلطان، امسي عليك بالخير وعلى الساده المشاهدين وعلى الزملاء الاستاذ موسى والاستاذ محمد. حياك الله. نبي مفكره المرداسي يا فهد، نبي نعرف ايش صاير في ركلات الجزاء. طبعا ركلات الجزاء حديث دائما مثير للجدل في جميع دوريات العالم، واحنا في الدوري السعودي هنا وجبه دسمه للجميع. طبعا اخر تحديث كان للمفكره كان في الجوله 19، الآن عندنا في الجولة 22 عندنا التوتل الكامل لمجموع ركلات الجزاء 74، المحتسبة والغير محتسبة تخيل عددها 80 ركلة جزاء غير محتسبة. فبالتالي مع وجود تقنية الفيديو المفروض هذه 80 أقل شيء تكون النص يعني، لكن احنا بنبدأ يا رجل الآن بتواجد ركلات بتواجد الفار وبتواجد تقنية الفيديو 80 ركلة جزاء لم تحتسب. صحيح، وأنت تراها حقيقية يعني مفروض أنها تحسب. نعم حقيقية جدا يعني واضحة جدا، وبنشوف الآن تقريبا نعم أول فضل. أربع فرق عندنا أو خمس فرق بالمحتسبة له وغير محتسبة له. طبعا عندنا اللي هو ركلات الجزاء المحتسبة من قبل الحكام، احنا راح نشوفها الآن، وعددها طبعا 74 ركلة جزاء، يجي في مقدمة الفرق المحتسب لهم ركلات الجزاء اللي هو نادي الهلال عنده 8 ركلات جزاء، وبعدين الاتفاق والفتح 7، الرائد النصر العدالة 6، وبعدين الأهلي الشباب والحزم عندهم 5 ركلات جزاء، وبعد كذا يجي اللي هو التعاون بأربع ركلات جزاء، وبعد كذا عندنا الفيحة والفيصل والاتحاد على 3، وبها الوحدة ضمك على ركلتين جزاء محتسبة له. طبعا نجي الآن للأخرى المحتسبة عليه، نشوف من أكثر فريق في الدوري احتسب ضده ركلات جزاء، يجي في مقدمة الترتيب هو فريقين طبعا، ضمك وبعده الرائد على 9، وبعدين أبها الحزم الشباب الفتح 7، في المرتبة 7 العدالة 5، بعدين الهلال والاتفاق، وبعدين الاتحاد برضو 4 ركلات جزاء محتسبة عليهم. بعد كذا عندنا الفيصلي 3، احنا ننتقل للصفحة الثانية، عندنا الفيصلي 3 في المرتبة 11، وبعدين في المرتبة 12 يجي مجموع فرق من ضمنها الأهلي الفيحة وأيضا الوحدة، وبعدين في آخر الترتيب المحتسب عليه اللي هو التعاون والنصر. طبعا هذه المحتسبة من قبل الحكام للفريق وعلى الفريق. الآن بنجي احنا مع لقطات الفيديو، عندنا الغير محتسبة اللي هي عددها 80 ركلة جزاء، وطبعا ما نقدر احنا نعرضها كاملة 80، لكن جبنا منها جزء كبير تقريبا يجي لها تقريبا من 30 الى 35 ركله. الان بنستعرض عندنا اول خمس فرق اللي هو الهلال الرائد، وبعدين النصر الاهلي التعاون. بنبدا بالهلال، عنده 14 ركله جزاء لم تحتسب، بنشوفها في مباراه ابها ركلتين جزاء وراح نستعرضها الان، هذه الاولى ضد ابها والثانيه ايضا في نفس المباراه، وبعدين الثالثه مع الاتحاد، وبعدين الرابعه في مباراة التعاون الدور الأول، وأيضا الخامسة في مباراة التعاون، وبعدين رقم 6 في مباراة الاتفاق، 7 في مباراة النصر، وفي مباراة الفيصلي رقم 8 مثل ما احنا شايفين هنا المخالفة، وفي مباراة الرائد 9، ونجي لمباراة الفيحة كان عنده ركلتين جزاء. يعني نروح الآن حنا في مباراة الفيحة للهلال 11 ركلة جزاء، في مباراة 11 ركلة جزاء، وبعدين ال 12 وال 13 في مباراة التعاون الدور الثاني، وآخر ركلة جزاء للهلال لم تحتسب كانت في مباراة ضمك الأخيرة اللي جمعتهم في آخر جولة، وهنا شايفين أمامنا المخالفة الواضحة التي لم يحتسبها الحكم. طبعا هذه في ظل وجود تقنية الفيديو شفنا هذه الركلات. بنجي للترتيب الثاني اللي هو فريق الرائد، 9 ركلات جزاء لم تحتسب لفريق الرائد، بنشوفها على النحو التالي، كانت الأولى في مباراة أبها، وبعدين راح نستعرضها الآن أمامنا هذه مباراة أبها، وبعدين 3 ركلات جزاء كانت في مباراة التعاون الدور الأول مثل ما احنا شايفينها الآن أمامنا بشكل سريع، مباراة التعاون 3 ركلات جزاء كانت، والخامسة كانت في مباراة ضمك، واللي هو السادسة والسابعة كانت مباراة الأهلي، ونجي للثامنة كانت مباراة التعاون الدور الثاني،
وبعدين التاسعة كانت في مباراة الفتح الأخيرة اللي جمعتهم انتهت بالتعادل السلبي، كان هناك مسك واضح من مدافع الفتح ولم يحتسب ركلة الجزاء لا الحكم ولا حتى حكم الفيديو، ومثل ما احنا شايفينها أمامنا. نبي نجي اللي هو الفريق الثالث اللي هو النصر، عنده 7 ركلات جزاء وبنشوفها على النحو التالي. كانت الأولى في مباراة الحزم اللي بالمناسبة خسر فيها النصر 1-0، راح نشوفها الآن في مهاجمة بأسفل القدم، وبعدين مباراة الأهلي الدور الأول، وبعد كذا مباراة الرائد، والرابعة كانت مباراة التعاون طبعا الدور الأول، العدالة اللي هو الخامسة، وبعدين مباراة الفتح السادسة، ومباراة الحزم اللي كانت على الكابتن مرابط، ونشوف هنا مسك واضح من الفنيلة وركلة جزاء لم تحتسب للنصر. نجي في المرتبة الرابعة، الأهلي لم يحتسب له 7 ركلات جزاء في الدوري، كانت الأولى في الجولة الأولى ضد فريق العدالة، وبنشوف هنا ركلة جزاء واضحة جدا في أول جولة في الدوري لم تحتسب للأهلي، وبعدين في الجولة الثانية كانت أمام الاتفاق، نشوف هنا ركل القدم بعدين لعب الكرة، يعني القدم الأولى. نشوف هنا الثالثة كانت في مباراة الهلال، ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي ضد الهلال، نشوفها هنا ركلة جزاء واضحة، وبعدين ركلتين جزاء كانت للأهلي ضد الاتفاق في الدوري، نشوفها أمامنا الآن ركلتين جزاء، هذه الأولى ضد الحارس والثانية كانت مسك من المدافع، وبعدين مع الفتح، والسابعة كانت أمام التعاون في آخر مباراة جمعت الفريقين، وبنشوف هنا مسك واضح من لاعب التعاون لم يبحث عن لعب الكرة وقام بمسك مهاجم الأهلي. عندنا اللي هو في المرتبة الخامسة اللي هو فهد، قبل أتكمل على الخامسة، بما أنك أنت تبي تعرض كمان لقطات التعاون، عندي فقط التعاون هو آخر فريق بالغير محتسبة له، تفضل. وبعد كذا تفضل خذ راحتك حبيبي. أنا في كم لقطة جالس أكتبها على جنب بناقشك فيها. ولا يهمك تفضل. حبيبي ولا يهمك أبدا، المجال مفتوح. عندنا طبعا اللي هو في الترتيب الخامس التعاون، كان له 7 ركلات جزاء لم تحتسب في الدوري، الأولى كانت أمام الهلال في 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 الدوري أعتقد في الجولة الخامسة، لا سوري هذه أمام الاتحاد، نرجع بس هذه أمام الاتحاد، ونشوف الضرب على الوجه هذه الأولى، والثانية كانت أمام، نمشي في اللقطة شوي نشوف ركلة الجزاء الأخرى كانت أمام الهلال، نشوف المهاجمة في أسفل القدم كانت في الدقيقة 94، وهذه الثالثة أمام الأهلي، وبعدين الرابعة كانت أمام الرائد، وهذه هي شفناها في المباراة الأخيرة اللي جمعت بينهم، وبعدين في مباراة الهلال الدور الثاني نشوف هنا ضرب على الوجه أيضا، وبعدين مباراة أبها اللي كانت المباراة الأخيرة بينهم في أبها، نشوف هنا مسك واضح من مدافع أبها ولم يبحث عن الكرة، ونشوف هنا المباراة الأخيرة اللي كانت أمام الأهلي، ونشوف هنا المخالفة بأسفل القدم وكانت ركلة الجزاء السابعة للتعاون لم تحتسب. طبعا هذه عندنا الفرق بشكل عام، أخذنا أول 5 فرق وبنعرض الجدول بس على السريع بس عشان نغطي كل الفرق، وبعدين نرجع لسؤالك أخوي سلطان. عندنا الحزم والاتحاد والشباب على 5 ركلات جزاء ومعهم أيضا الفيحة، وبعد كذا ننتقل للجدول في الصفحة الثانية بس عشان نتكلم ويكون واضح أمام السادة المشاهدين، وبعد كذا اللي هو أبها والعدالة على 4 ركلات جزاء والفتح 3، وبعدين الفيصل والاتفاق على 2 ركلات جزاء لم تحتسب له، وبعد كذا الوحدة ضمك لم يكن له أي ركلة جزاء لم تحتسب. هذه طبعا قائمة ركلات الجزاء الغير محتسبة له. تفضل أخوي سلطان. أبو عدوان، أنت عرضت حالات جدا كثيرة خاصة الأندية الخمسة الأوائل في الجدول في مفكرة فهد مرداسي. أنا اللي أذكره 90% إذا مو 99.9% من اللقطات اللي أنت جبتها يا رجع فيها الحكم لتقنية الفار، يا أنه أوقف اللعب عشان يستمع لقرار الحكم المساعد صحيح. في الفيديو لماذا لم تتخذ صحيح. كضربات جزاء؟ والله شوف أخي سلطان، هي تقديرية ركلات ولا نعم اختلاف بالضبط. ولا اختلاف قانوني ولا ما لا فهمت. في ركلات جزاء أخي سلطان من اللي عرضناها قبل شوي كانت تقديرية، ويختلف حكام عن حكام، وإحنا شفنا الآن محللين قدامهم التلفزيون وفي محلل يقول ركلة جزاء ومحلل آخر يقول غير ركلة جزاء، هذا أمر طبيعي. لكن في ركلات جزاء أنت لو ترجع وهذه ممكن نعرضها بنهاية الدوري، في ركلات جزاء
كان جميع المحللين متفق عليها، حتى جميع الجماهير الرياضية، حتى ممكن بعض الجماهير الرياضية اللي ضد ركلة الجزاء متفق أنه هذه ركلة جزاء لم تحتسب ضد فريقه. فبالتالي أحيانا يكون تقدير، أحيانا يكون بعض الحكام مش كلهم، بعضهم ما يبغى يتراجع عن قراره بعد مشاهدة الفيديو، يعتقد أنه قراره هو الصحيح اللي اتخذه في الملعب وبس. جميل، طيب نستكمل ركلات الجزاء. ممتاز، بنجي للقائمة الأخرى والأخيرة اللي هي ركلات الجزاء الغير محتسبة على الفريق. يعني هنا خلينا نقول بين قوسين المستفيدين بس نوعا ما، ها، لأنه في بعض الفرق خسرت من المباراة ولم يحتسب عليها ركلة جزاء، فبالتالي ما كان في فائدة. لكن نبدأ في القائمة هذه، في مقدمتها نادي التعاون، راح نعرض الآن 13 ركلة جزاء لم تحتسب على التعاون، كانت على النحو التالي: أمام الحزم في الجولة الأولى من الدوري، بنشوف هنا كان في مهاجمة بأسفل القدم وفي المرمى، نشوفها الآن في المرمى بالضبط، هذه هي ركلة الجزاء. وبعدين الأخرى أمام الاتحاد الثانية، وبعد كذا ثلاث ركلات جزاء كانت أمام الرائد في مباراتهم اللي جمعتهم الدور الأول، إذن هنا خمس ركلات جزاء. بعدين السادسة والسابعة كانت أمام الهلال في الدور الأول أيضا، وراح نشوفها أمامنا. نجي اللي هو لا هذه أمام أبها، سوري هذه أمام أبها بالضبط، وبعد كذا تجي أمام الهلال. إذن هنا بعد مباراة الهلال تجي مباراة النصر، وهذا شايفين دفع واضح، وبعدين مباراة الرائد الدور الثاني، وبعد كذا مباراة الهلال أيضا ركلتين جزاء في الدور الثاني، وآخر مباراة كانت أمام الأهلي ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي ضد التعاون، وكان هنا المجموع 13 ركلة جزاء. نجي في القائم في الترتيب الثاني اللي هو فريق الأهلي، لم يحتسب عليه 10 ركلات جزاء، وبنشوفها على النحو التالي: كانت الأولى في مباراة النصر، وبنشوف هنا مهاجمة واضحة من مدافع الأهلي على مهاجم النصر، وأيضا الأخرى في مباراة التعاون، وبعدين مباراة الحزم بنشوف هنا ركل من مدافع الأهلي ضد مهاجم سوري مدافع الأهلي نعم ضد مهاجم الحزم، وبعدين الأخرى أبها، وبعدين الرائد ركلتين جزاء هنا كانت في مباراة الرائد، وبعدين العدالة، بعد كذا مباراة الوحدة اللي جمعتهم في مكة المباراة الأخيرة، وبعدين الفيحة برضو المباراة الأخيرة اللي جمعتهم، وآخر ركلة جزاء كانت في مباراة التعاون لم تحتسب للتعاون ضد الأهلي مثل ما احنا شايفين. نجي للترتيب الثالث اللي هو أبها، يجي من قائمة المستفيدين أو الغير محتسبة عليه، اللي هو أبها 8 ركلات جزاء لم تحتسب عليه، كانت الأول ركلتين جزاء أمام الهلال في الجولة الأولى، وبعدين أمام الرائد بنشوفها هنا، والرابعة كانت أمام الاتحاد في أسفل، ونلاحظ الركل في الأسفل، وبعدين أمام الحزم هنا الخامسة، وبعدين أمام التعاون هنا في المباراة الأخيرة اللي جمعتهم، وبعدين آخر ركلتين جزاء كانت أمام الفيحة هنا بنشوفها، وأيضا هنا في دفع وأيضا عرقلة، هذه 8 ركلات جزاء ضد أبها. عندنا آخر فريق هنا أخذناه بالغير محتسبة عليه اللي هو فريق الفيصلي، عندنا الفيصلي 7 ركلات جزاء لم تحتسب عليه، بنشوفها على النحو التالي: كانت الأولى في أول جولة ضد الفيحة، وبنشوف هنا في ركل في أسفل القدم، وبعدين الثانية ضد الفتح بنشوفها أيضا بعد تسديد الكرة كان في دخول بتهور على مهاجم الفتح، وبعدين كانت أمام الهلال نشوفها هنا في مهاجمة واضحة، وبعدين أبها في مباراة أبها هنا نلاحظ في دفع، اللي بعدها الاتفاق كانت نعم هذه في مباراة الاتفاق، وآخر ركلتين جزاء لم تحتسب للفيصلي كانت ضد العدالة، لم تحتسب سوري على الفيصلي، كانت ضد العدالة مستحقة هنا ركلتين جزاء للعدالة لم تحتسب ضد الفيصلي. طبعا هذه المجموعة كاملة، بنكمل فقط بلغة الأرقام، يجي في الترتيب الخامس والسادس والسابع العدالة الاتفاق الشباب على 5 ركلات جزاء كان من المفترض أن تحتسب عليهم، وبعد كذا عندنا الهلال والرائد وضمك 4 ركلات جزاء من المفترض أن تحتسب عليهم، وأيضا بعدهم يجي اللي هو الاتحاد الفيحة الحزم الفتح على 3 ركلات جزاء، والنصر كان من المفترض أن يحتسب عليه ركلتين جزاء، وفي الأخير الوحدة كان هو أقل
المستفيدين من أخطاء الحكام على اعتبار أنه لم يحتسب ضده، لم من المفترض أنه كان يحتسب ضده ركلة جزاء وحيدة كانت في مباراة الشباب. تقريبا هذه هي القائمة أخوي سلطان، إذا كان عندكم استفسار. أنا عبد الرحمن العنقري في هاشتاج البرنامج في تويتر عنده يعني وجهة نظر، يقول فهد المرداسي يقول الركلات الغير محتسبة للهلال 14 ركلة، يعني الهلال الأكثر تضرر. هذا يخليني أسألك فهد، إيش المعيار اللي ممكن أقول من أكثر من استفاد أو أكثر من تضرر؟ هل هي المحتسبة له أو المحتسبة عليه أو التي لم تحتسب له؟ والله شوف، أو حتى التي لم تحتسب عليه. بالضبط، أشكر السائل، أعتقد اسمه عبد الرحمن، ها؟ عبد الرحمن أشكره طبعا على سؤاله. بالضبط، هنا أخوي سلطان، أنا شخصيا وأنت والثاني والثالث، كل شخص يعرف لما يكون فريق لم يحتسب له ركلة جزاء ويكون خسر في المباراة هنا يكون تضرر، ولكن لما يكون لم يحتسب له ركلة جزاء وهو فاز في المباراة هنا ما يكون في ضرر بقدر ما يكون خسر المباراة. وبالتالي هذا العدد، عدد ركلات الجزاء، مش بشرط انه يكون الفريق تضرر او لا. فقط هذه حبيت اوضحها، انه مو شرط العدد يكون هو الفريق متضرر، لكن هذا العدد من حق النادي انه كان يحتسب له هذا العدد على اعتبار انه في اهداف وفي هدافين واحصائيات وامور كثيره يعني. لذلك اخوي فهد مسي عليك بالخير. لذلك بدايه الموسم طمعانين في كرمك، يعني احنا هذه الركلات غير محتسبه هي حق من حقوق الانديه، لكن لذلك صحيح. بدايه الموسم انا طلبت منك انه يكون الركلات اللي اثرت على نتائج المباراه، اي فريق ظلم في المباراه وخسر اي نقطه سواء بالتعادل او الخساره يا ليت يكون في احصائيه، لان هي هذه الاحصائيه اعتقد هي اللي حتكون يعني الاكثر يعني اهتماما من الشارع الرياضي، لانها اثرت في نتائج المباراه. انا ما صحيح. ابخس الانديه حقها، بالعكس حتى لو فايز 5 أهداف ولك ركله جزاء لازم تظهر ويتضح انه النادي ظلم، لكن انت الان اظهرت انه تشوف اللي تضرر في المباراه. قصدي اللي تضرر، اللي فقط نقاط بسبب صحيح. خطا تحكيمي، لانه في مباريات صحيح. في مباريات انت ذكرتها الان من دون ذكر اي لقطه معينه، لكن في مباريات انت ذكرتها الان في انديه خسرت نقاط بسبب خطا تحكيمي. هي هذه الاحصائيه اللي ودنا تظهر، لانها حتكون بشكل مختصر لا ولا يهمك. وتكون واضحه، يعني بتكون النادي بالضبط. الاكثر تضررا حسب راي فهد المرداسي. لا ان شاء الله، حتى طبعا بالمناسبه ذكرت انت فعلا اخوي موسى، انت ذكرت الكلام هذا، وايضا زميلنا الاستاذ جمال عارف ايضا ذكر لي النقطه هذه، فما فات شيء، الامور كلها موجوده وكل شيء مسجل بالاوراق. ممكن نرجع لها في نهايه الدوري بعد نهايه اخر جوله ونسوي احصائيه ونشوف من الفريق اللي تضرر ومن الفريق اللي استفاد، مو شرط بالعدد حتى. شكرا لك كابتن فهد المرداسي، وننتظر ان شاء الله مزيد من هذه الحالات والركلات اذا ان شاء الله عاد الدوري الى الانطلاق والركض من جديد. فهد المرداسي مستشار التحكيمي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. انا قبل اروح الفاصل والله كان في واحد هنا حياتك نظرتك يقول سلطان لابس شتوي ليه في هاشتاج البرنامج. والله وانا اخوك يعني ما هو مساله شتوي، يعني حتى في واحد ثاني بطلع لكم اياه يقول لي لابس، انت ما انت في عرعر، هذا عبادي المشرافي يقول سلطان ليش ما تغير ثوبك، الدنيا حر يا مسلم وترك في جده، ما انت في عرعر. والله انا كويس انك اعطيتني معلومه ان عرعر فيها برد، انا بصراحه والله ما ادري، يمكن جهلا مني، لكن تعال قد مكاني في الاستديو والله تنتفض، الاستديو بارد بشكل ما هو طبيعي. انا واحد يعني هالايام يحرص ما تجي له نزله برد ولا شيء، عشان ليش؟ لنفر العالم من حوله. الا في ايام حضور ابو عبد العزيز امس كان معي، انا مطمن دائما الاستديو يكون دافي. ابو عبد العزيز لا جال، استاذ جمال عارف يا ويلكم المكيف يبرد. فاصل ونرجع نواصل.